وقعت جمعية الهلال الأحمر الكويتية اتفاقية لدعم جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت. نعم، المشروع الذي يشرف عليه الهلال الأحمر الكويتي يتضمن تأهيل غرف المرضى وغرف الولادة القيصرية والحضانة، إضافة إلى بعض المعدات والتجهيزات الطبية. وقعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اتفاقية لدعم مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت. اليوم تم توقيع اتفاقية بين جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت لإعادة ترميم وتأهيل غرف المرضى وغرف الولادة القيصرية وغرف الحضانة، بالإضافة إلى تجهيزات نتيجة لتأثر هذه الأقسام بالانفجار مرفأ بيروت اللي قبل سنتين أو أكثر من سنتين. الكويت تعتبر أن لبنان جزء منها والكويت جزء منها وإحنا كلنا أشقاء، فهذا جزء بسيط من محبة الأهل الكويت للبنانيين. المشروع الذي يشرف عليه الهلال الأحمر الكويتي ممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ويتضمن تأهيل غرف المرضى وغرف الولادة القيصرية والحضانة، إضافة إلى توفير بعض المعدات والتجهيزات الطبية. بالنسبة للمستشفى بتعني كتير، بتعني أكثر من 20% من نشاط المستشفى، بتعني لأهل المنطقة اللي هني أهلنا وللأخوة السوريين والفلسطينيين، بتعني الشيء كتير. الضغط كتير كان علينا، وصلنا للآخر بالاستعمال القديم تبع المستشفى، لازم صار فيه تجديد، فالحمد لله إن شاء الله خلال 6 أشهر أو سنة بيكون عنا قسم جديد عم نشتغل فيه. يأتي هذا الدعم للتخفيف من الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الذي أصاب المستشفى ودمر معظم أقسامه وأوقف معظم خدماته، وما هو إلا دليل على محبة أهل الكويت للبنان وحرصهم على سلامة أبنائه. بدعم وتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تستكمل جمعية الهلال الأحمر الكويتي مساعدة الأشقاء اللبنانيين والسوريين في لبنان وأعطاء الأمل والحياة لمن يحتاجها. سنة سبلانية، تلفزيون دولة الكويت، بيروت.